سجلت مصالح مديرية الحماية المدنية خلال ليلة البارحة إلى صبيحة هذا اليوم تدخلات الآتية. كان تدخل على مستوى الطريق الوطني رقم 47 على بعد 200 متر من واد صفي بلدية البيض، الرابط بين بلدية بوعلام ومقر الولاية البيض. المياه الأمطار هذا الواد جرفت سيارة سياحية كان على متنها 4 أشخاص. لحد الساعة تم نقل ضحية على قيد الحياة إلى مستشفى محمد بوضياف والحالة تاعها مستقرة، بينما تم انتشال لحد الساعة جثة ضحيتين. الأولى تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث، والثانية راها في الطريق إلى مصلحة حفظ الجثث محمد بوضياف. بينما عملية البحث للضحية الرابعة ما زال متواصلة من طرف مصالحنا، وبتواجد كذلك مصالح الدرك الوطني.